بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحجاب الأكبر والنور الأنور، كلمة الله الباقية وحجته الواقية وجنته العالية ووجهه المضي واسمه الرضي رسوله في العالمين وأمينه في المغربين والمشرقين وحجته على أهل الكونين نقطة دائرة الاختراع وسر ألف الابتداع وحقيقة الباء في بسم الله الظاهرة في الدال المكررة في الحاء المكررة في الميم بظهور سر الأصل الواحد في المبدأ والمنتهى صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى الذي أوضح الحق وبين الصدق فالشقي من أقر بعضا وأنكر بعضا النبي العربي الذي حن عليه الجذع اليابس وقد دثر وقبل البعير قدميه إجلالا له عفر وانشق إجابة لتصديق دعوته القمر وخضر العود اليابس في يديه وأثمر وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه إذا نظر ولا ينام قلبه لنوم عينيه كنوم البشر ولا يؤثر في الرمل وطء قدميه الشريفة ويؤثر في الحجر ويظله غمام السماء إذا سار وسفر وركب البراق واخترق السبع الطباق كلمح البصر الفرد الذي ليس له ظل إذا سكن وحضر واسمه الشريف في السماء الدنيا المجتبى وفي الثانية المرتضى وفي الثالثة المزكى وفي الرابعة المصطفى وفي الخامسة المنتجب وفي السادسة المطهر وفي السابعة القريب والحبيب ويسميه المقربون عبد الواحد والسفرة الأول والبررة الآخر والكروبيون الصادق والروحانيون الظاهر والأولياء القاسم ورضوان الأكبر والجنة عبد الملك وأهل الجنة عبد الديان والحور عبد المعطي ومالك عبد المختار وأهل الجحيم عبد الجبار والزبانية عبد الرحمن والحميم عبد المنان وعلى ساق العرش رسول الله وعلى الكرسي نبي الله وعلى طوبى صفي الله وعلى لواء الحمد صفوة الله وعلى باب الجنة خيرة الله وعلى القمر قمر الأقمار وعلى الشمس نور الأنوار وتسميه الشياطين عبد الهيبة والجن عبد الحميد وعند الميزان الصاحب وعند الحساب الواعي وعند الموقف عبد الداعي وعند المقام المحمود الخطيب وعند الكوثر الساقي وعند العرش المفضل وعند الكرسي عبد الكريم وعند القلم عبد الحق وعند جبرائيل عبد الغفار
وعند ميكائيل عبد الوهاب وعند إسرافيل عبد الفتاح وعند عزرائيل عبد التواب وتسميه الريح عبد الأعلى والسحاب عبد السلام والبرق عبد المنعم والرعد عبد الوكيل وعند الأحجار عبد الجليل وعند التراب عبد العزيز وعند الطيور عبد القادر وعند السبع عبد القاهر وعند الجبل عبد الرفيع وعند البحر عبد المؤمن وعند الحيتان عبد المهيمن وعند الزنج عبد المهيب وعند الروم الحكيم وعند الترك المصلح وعند أهل مصر المختار وأهل مكة الأمين وأهل المدينة الميمون وعند العرب الأمي وعند الله أحمد وعند الخلق أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم يا محمد يا رسول الله يا نبي الرحمة يا شفيع الأمة يا نور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على نور الأنوار وسليل الأطهار وعنصر الأخيار ولي الجبار وقسيم الجنة والنار نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار وعين الله الناظرة على الأخيار والأشرار ويده الباسطة بالإعطاء والإنفاق على الأبرار والفجار فالأبرار من باطنه والفجار من ظاهره بتقدير العزيز الغفار الولي الذي لا ينكره إلا من ضل وكفار ولا يشك في رفيع رتبته إلا من في أمه نظار الولي الذي تعرض عليه أعمال البشر الحاكم الذي ولاه الله حساب من آمن وكفر القيم الذي بيده مفاتيح الجنة وسقر ودابة الأرض التي تتقلب في الصوار الإمام المأمول المسؤول بين اللحود والحفر والاسم المكتوب على وجه الماء والحجر وعلى الشمس والقمر فهو سيد العرب وموضع العجاب وهاشمي الأم والأب واسطة قلادة الفتوة ونقطة دائرة المروة والألف الإبداعي والنور الاختراعي فبعينه ظهر كن
وباللام والياء سر يكون، فبه قام كن فيكون. فباسمه العظيم دعا آدم ربه فلبى، وافتخر به إبراهيم إذ خلصه الله من النار ونجاه، وافتخر به إسماعيل فآمنه من الذبح ومذبح عظيم فدا، ودعا به يوسف إذ أخرجه من الجب وملكه مصر وأعطاه، ودعا به يعقوب فرد عليه ولده وبصره بعد عماه، ودعا به لوط إذ نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وحماه، ودعا به أيوب إذ به كشف الله ضره وبلواه وأهله ومثلهم معهم أعطاه، ودعا به داود إذ شدد الله ملكه والحكمة وفصل الخطاب آتاه، ودعا به سليمان إذ الملك أولاه وجعل الريح الرخاء تجري بأمره إلى مرتضاه، ودعا به إدريس إذ رفعه مكانا عليا وآواه، ودعا به ذنون إذ أخرجه الله من الظلمات الثلاث وكلاه، وأنبت عليه شجرة من يقطين ومن الغم نجاه، وافتخر به زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فوهب له يحيى وأعطاه، ودعا به دانيال إذ به خلصه من السباع ووعاه، ودعا به ذو القرنين إذ به ملكه الأرض ونصره على من ناواه، ودعا به صالح إذ أيده بناقة ومن شر ثمود كفاءه، ودعا به هود إذ به نجاه وقطع دابر من كفر به وعاداه، ودعا به شعيب إذ أخذت الرجفة من كذبه وعصاه، ودعا به موسى إذ به كلمه الله وناداه، وفلق له البحر باسمه وأغرق فرعون ومن والاه، ودعا به يوشع حين رد الله به الشمس وأجابه حين دعاه، ودعا به عيسى إذ كلمه به الميت وناجى، ودعا به محمد صلى الله عليه وآله إذ فداه بنفسه ووقاه، وفي الشرف والشدائد وساء، وافتخر به جبرائيل إذ كان خادمه ومولاه، ووقف ببابه سائلا فآثره بقوته في طواه، وافتخر به ميكائيل إذ قبل منه فاه، وافتخر به إسرافيل إذ حرك مهده الشريف وناغا، وافتخر به عزرائيل إذ أمر بقبض أرواح شيعته بإذنه ورضاه، وافتخر به رضوان إذ أمر بتزخرف الجنان لشيعته ومن والاه، وافتخر به مالك إذ أمر بتسعير النار لمن أبغضه وعاداه، وافتخر به بيت الحرام إذ فيه مولده ومرباه، ورفع شرفه وحط عنه الجبت ورماه، وافتخرت به الجنة إذ كتب على أبوابها ولي الله، وافتخرت به النار إذ كتب على حيطانها حرام على من أحبه ووالاه، واسمه الشريف في التوراة بريء وفي الإنجيل إيليا،
وفي الزبور آريا، وعند الكهنة لوى، وعند الهند كبكر، وعند الروم بطريسا، وعند الفرس الخيبر، وعند الترك ثبير، وعند الزنج حثير، وعند الحبشة فريك، وعند أمه عليها السلام حيدر، وعند ظئره ميمون، وعند أبيه ظهير، وعند الله وعند رسوله وأوليائه إمام المشارق والمغارب، نقطة دائرة المطالب، مولانا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا أخا رسول الله، يا زوج البتول، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم صل على الصديقة الطاهرة والدرة الفاخرة والسيدة الجليلة والكريمة الجميلة المعصومة العفيفة المظلومة المغصوبة، كلمة الله العليا آخر المبادي في الوجه الأعلى، قد ظهر آدم عليه السلام من كمالها الظهور، وشرف الخاتم بكمالها الشعور، واسمها الطاء المقرونة بالهاء طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، جامعة مراتب الواحدية، حاوية المقامات القدسية الأحدية، واقفة مقام ليلة القدر، صاحبة رتبة الحشر والنشر، قد عجز اللسان عن بيان ما لها من الفضائل، والجنان عن تحمل ما عندها من الفواضل، السيدة الكبرى، أم الأئمة النقباء النجباء، فاطمة الزهراء عليها السلام. الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، يا أيتها البتول، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، يا وجيهة عند عند
صل على الحصن المنيع ذي الفضل البديع والشرف الرفيع حامي شيعته من التضيع ووقاهم من شر أعدائهم من الشريف والوضيع نور الله الأنور وسراجه الأزهار وإرث حوض الكوثر صاحب الشفاعة في المحشر كلمة الله الحسنى وسره الأعلى النازل اسمه الشريف من السماء عن الله ذي العز والآلاء فالحاه شرح كونه من حملة العرش وسر حبه في القلوب والسين بيان كونه غصن شجرة الولاية التي إليها كل شيء يؤوب والنون سر كونه الدوحة الفاطمية النابتة في الشجرة الأحمدية من مبدأ الغيوب النور المؤتمن إمام السر والعلن مولانا أبي محمد الحسن عليه السلام الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا نور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا صل على صاحب الفخر والزين والفضة ابن الذهبين حجة الله في المشرقين والمغربين ونور الله المشرق في النشأتين وسر الله المستودع في الخافقين وعلم الهداية وشمس الدراية ومحيي الخلق من البداية إلى النهاية ومقيم الوجود الشرعي حين آن إلى الإباد صاحب المحنة والكرب والبلاء ومهجة كبد سيدة النساء الذي خر لمصيبته عرش الإله واندكت لرزيته الأرض والسماء وظهر الخل والضعف في كل ما خلق الله وبكى عليه كل شيء مما يرى ومما لا يرى ولا يزال يبكي ولا ينقطع أبدا وبكت عليه الرياح بهفيفها والنار بتلهبها والماء بجريانه وجموده والبحر بأمواجه والشمس والقمر بتغيراتهما والجبال بارتفاعها وانهدادها والجدران بتفطرها وانهدامها والآفاق بتكدرها واغبرارها وحمرتها وصفرتها وتبكي التجارة بخسارتها والعيون بتكدرها والمعادن بفسادها والأسعار بغلائها والأشجار بموتها
وبقلة ثمرها وسقوط ورقها. الباذل مهجته لوقاية أمتي جدي المصطفى الفادي، نفسه لإنقاذ شيعة أبي المرتضى، فالق فجر الهداية والرشاد بعد ظلمة الجهل والعمى، جامع الشرفين وحاوي الفخرين، مولانا وسيدنا سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ابن علي أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على آدم الآل وخير من توجه إلى الله بالمقال والحال، سر الله الملك المتعال الظاهر بالخضوع والخشوع في كل الأحوال والأقوال، أبي الأئمة وسراج الأمة وكاشف الغمة وأنيس الكربة وعالي الرتبة زين العابدين وسيد الساجدين وخير الموحدين، الذي جاء في صحيفته واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حاكي أول مقام جده أمير المؤمنين بعد خاتم النبيين عليهما سلام الله أبد الآبدين، فجاء باسمه الشريف من الأفق المبين مولانا ومولى الثقلين وفخر العالمين وزكي العنصرين الإمام بالحق أبي محمد علي بن الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، أيها السجاد، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند جيهان عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله
صل على الدر الفاخر والبدر الزاهر والعالم الباهر والبحر الزاخر جامع المزايا والمآثر حجة الله على البادي والحاضر وحاوي المعالي والمفاخر منقذ الأمة ومحيي السنة ومقيم الحجة وقاطع الشبه وكاشف أسرار الشريعة والحقيقة الحاكم في السماء والأرض من رب البرية ومعطي أهل الملكوت الأعلى والناسوت الأسفل تكاليفهم وعلومهم على السوية على مقدارهم في الميولات الذاتية البشرية والمبلغ إليه السلام جده خير البرية ولذا سمي باسمه الشريف لأنه ظهور علي عليه السلام في ثاني الحال في الرعية قمر الأقمار وسيد الأبرار ومجمع الفخار ابن الطيبين الطاهرين مولانا وسيدنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا نور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا اللهم صل على موضع الحقائق وكاشف الدقائق ومنقذ الخلائق واللسان الناطق والعلم الفائق والفاصل الفارق زين المغارب والمشارق ولي الملك الخالق البحبوحة العليا والصلاة الوسطى سر الوجود وباب الشهود وظهور المعبود مؤكد الركوع والسجود النازل اسمه من عرش الودود فبالجيم جمع الخلق على المحجة البيضاء وبالعين علمهم الطريقة الوسطى وبالفاء فنا وأفنى كل مطلوب سوى الله وبالراء كان رائد الجنة لأهل الهدى والتقوى المجدد للعالم بعد اندراسه المظهر نور اليقين بعد انطفائه وانطماسه سر الله في الكونين وباب الله في العالمين ووجه الله الحق بلا مين وعين الله الناظرة في النشأتين ابن الصادقين الصادق مولانا وسيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الصلاة والسلام عليك يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله
يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها اللهم صل على النور الدائم والإمام العالم جامع المعالي والمكارم، مطهر من لاذ به عن الذنوب والمآثم، حافظ من التجأ إليه عن الوقوع في المحارم، واقي شيعته عن أشر كل ظالم، وحاميهم عن أذى كل فاسق غاشم، الظاهر لإنضاج طبيعة العالم بالحرارة والرطوبة الخفيفتين بحكم الملك الدائم القائم، فكان بذلك سر الوجود وكلمة المعبود، باسمه الشريف كان النضج والاعتدال، فالميم جمع وإجمال، والواو اللينة هي الأمر بين الكاف والنون المخفي المستور في المقال، والسين همس وإخفاة في كل حال، والياء المقلوبة سكوت وإهمال، إذ هو أول الكسر بعد الكمال لتمام الكمال، مولانا ومقتدانا فخر الأعالي والأفاخم وشرف الأكابر والأعاظم، أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر أيها الكاظم، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم صل على شمس الضحى ونور الدجى وعلم الهدى والعروة الوثقى وخيرة من تقمص وتردى، والنور الساطع والنجم اللامع والفجر الطالع والشمس البازغة والحجة البالغة
والنعمة السابغة والنقمة الدامغة والصراط الواضح والنجم اللامع والإمام الناصح والزناد القادح والميزان الراجح والمتجر الرابح نور الله وكلمته وحجاب الله وآياته سر الله وحجته ذي الآيات الباهرة والأعلام الظاهرة والحجج القاطعة لجاج أهل العناد والفجرة الرضي المرتضى والسيف المنتضى العادل في القضاء المتمكن بالتسليم والرضا الإمام بالحق يا بالحسن مولانا ومقتدانا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليه السلام الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا نور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند جيهان عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على الجواد الأجود الهادي إلى الرشاد الداعي إلى التوفيق والسداد القاطع لعناد أهل اللداد المنجي شيعته ومحبيه يوم المعاد الحاكم على المرصاد القائد لأهل المحبة والوداد إلى أقصى الغاية أعلى المراد ولكل قوم هاد سر الله لكل حاضر وباد والميزان القويم الموضوع للعباد مناص المحبين يوم ينادي المناد المحبوب في كل قلب وفؤاد المنزه المبرئ عن الأضداد والأنداد مولانا وسيدنا أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليه السلام الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا نور الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
لنا عند الله. اللهم صل على السيد الهادي المطلوب للعاكف والبادي، أمان الله يوم ينادي المنادي، الناصر لشيعته في كل مكان ووادي، سر الله وخير المبادي، وسيف الله على كل باغ وعادي، وعذاب الله الواصب للأعادي، القاطع لكل حجة معاند معادي، حجة الله على الخلق والقاضي بالحق والصدق، المعترف بذل العبودية له أهل الغرب والشرق، والمقر بفضله وفضيلته كل الألسن من أهل العدل والفسق، الماشي برعيته في كمال الإنصاف والرفق، حجاب الله الأعظم وعماده الأقوم وحبله المتين الأتقن الأحكام، صاحب المزايا والفواضل والأيادي، مولانا ومقتدانا أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد أيها النقي الهادي، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها اشفع لنا عند الله. اللهم صل على السيد الزكي والنور البهي والسراج المضيء والاسم الرضي والمولى الوفي والركن القوي والسر الإلهي والبدر الألمعي والصراط السوي والمنهل الروي والوجه الصمدي والحكم السرمدي، أمان الله في خلقه وحجته على عباده وعينه في بلاده ودليله إلى هدايته ورشاده، كلمة التقوى وباب الهدى وطود النهى ومعدن الحجى، مولانا ومقتدانا الكوكب الدري أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها الزكي العسكري، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، يا وجيها عند الله اشفع لنا.
لنا إلا الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا إلا الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم صل على السيد المعصوم والدر المكتوم والشاهد المعلوم والأجل المحتوم بدر النجوم وشمس العلوم كلمة الحي القيوم والحجة على الخلق على جهة العموم أمان الله وعصمة الله وجوار الله وحرز الله وزمام الله وحجاب الله وخيرة الله نوره المتألق وضيائه المشرق والنور في طخياء الديجور الغائب المستور سيف الله الذي لا ينبو والنور الذي لا يخبو وذي الحلم الذي لا يصبو مدار الدار وناموس العصر وولي الأمر المنزل عليه الذكر في ليلة القدر وصاحب الحشر والنشر عين الله الناظرة في الأمم ويده الباسطة بالنعم وأذنه الواعية ولسانه الناطق ونوره الفائق وسيفه الفالق وعذابه الواقع وستره الواق المانع سر الله المصون والدر المكنون المخزون وأمر الله بين الكاف والنون الغائب عن الأنظار الظاهر البارز للقلوب والأفكار الحامي للعالم عن الاندراس والحافظ لشمس الشريعة عن الانطماس يحمي شيعته ويحفظ رعيته وينصر دينه في غيبته ويلقي العلم إلى حملته بدون رؤيته الإمام المنصور والولي المستور معدن الأمن والأمان محمد بن الحسن صاحب الزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وناشر العلم والإيقان ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن إده ابن هميسع ابن نبت ابن حامل ابن قيداد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل ابن تارخ ابن ناحبور ابن شروع ابن أرض ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سامي ابن نوح ابن مكة ابن متوشلخ ابن إدريس ابن يزد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليهم السلام. الصلاة والسلام عليك يا وصي الحسن الخلف الصالح
والحجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا نور الله، يا حجة الله على خلقه، يا صاحب الزمان، يا إمام زماننا، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا. اقضي حاجتي أسألك يا الله أن تقضي حوائجي في الدنيا والآخرة. اللهم عجل فرجه وأوسع منهجه، واملأ به الأرض قسطا وعدلا وأمانا، كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا، واجعله مظفر الألوية والأعلام، ممدود الظلال على الخاص والعام، مستوليا على الإيراد والإصدار، مخدوما بأيدي الأقضية والأقدار، واجعل أعداءه حصائد سيوفه، ورهائن خطوب الدهر وصروفه. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أعل حوزتهم ومنارهم، وآمن سبلهم، وارخص أسعارهم، واجعل التقوى شعارهم ودثارهم. اللهم ادفع عن بلاد المسلمين كل آفة وعاهة وبلاء وقضاء السوء وشر القدر. اللهم ادفع البلاء والوباء والطاعون وسائر البلايا عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا في درعك الحصينة يا أرحم الراحمين.